بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة وعرب سمو رئيس الوزراء في البرقية عن خالص تهني بمناسبة فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية منوها سمو بالعلاقات التاريخية الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في شتى المجالات